10 مصورين تأهلوا للمرحلة النهائية من جائزة بانك بيبلوس للتصوير الفوتوغرافي، واختارت لجنة تحكيم عالمية مريم بولوس لتفوز بالجائزة اللي تنظم للسنة الثالثة على التوالي بالتعاون مع بيروت آرت فير. Nous avons mis en place plein de critères techniques, de projets, de lumière pour un peu se donner des cadres de réflexion et après finalement les 10 finalistes auraient pu gagner. وبتهدف جائزة بانك بيبلوس المخصصة للمصورين اللبنانيين الصاعدين إلى وضعهم على تواصل مباشر مع 3 جهات أساسية. نحن منعرفهم على الناس المحترفين حتى يعطون خبرتهم، وعلى أصحاب الجاليري اللي هن بيساعدون يسوقوا شغلهم، وعلى الإعلام اللي بيخليهم يصيروا معروفين بالسوق. بفتكر إنه شو عم تعمل بنك بيبلوس كتير منيح وكتير مهم للمصورين اللبنانيين. مبروك للفائزة بجائزة بنك بيبلوس للعام 2014 مريم بولوس، وكل التوفيق لخطواتها على طريق الاحتراف.